أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا الليلة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، رئيس حركة تحرير السودان. موضوع حلقتنا حول آخر تطورات الساحة السياسية في البلاد بعد الاحتجاجات التي عمت كل مدن السودان ضد ميزانية 2018 اللي واجهتها السلطات الأمنية بالعنف المفرط والقمع والاعتقالات التي طالت الكثير من النشطاء السياسيين والمدنيين، بجانب الخطاب الموحد الذي وجهته القوى المعارضة بأنه قوى المعارضة التقطت زمام المبادرة والاعتداءات التي تعرض لها النازحين بالمعسكرات في دارفور، ومعرفة أين موقع حركة تحرير السودان مما يجري. أهلا ومرحبا بك الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور. أهلا براديو دبنجا أستاذ الجليل صادق زكريا، وأيضا بمستمعي راديو دبنجا أينما كانوا داخل وخارج السودان. أستاذ عبد الواحد، مدخل لحوارنا ده، ما هو قراءتكم في حركة تحرير السودان للواقع أو تطورات الواقع السياسي الجارية الآن على أرض الواقع في كل البلاد؟ وفق رؤى حركة تحرير السودان وفق معتقدات الاستراتيجية بتاعتنا، أنه دي نتيجة حتمية أنه هذه الحكومة منذ مجيئها إلى السلطة وعدت الشعب السوداني أنها هي تحول السودان إلى جنة وإلى نعيم، وأنه هم جايين يحكموا بالشريعة الإسلامية، وأنه شريعتهم ده هو الحل. الحكومة بدل ما أنها تعامل الناس بالحوار عملتهم بالحرب، الحرب جنوب السودان المنطقتين وحرب بكل أنحاء السودان وحرب دارفور على وجه الخصوص، ولا حرب تاني من جديد للمنطقتين وفي شرق السودان، والقمع للحريات، وده كل الاستراتيجية فيها كانت أنه تحكم البلد بقبضة أمنية. نحن في حركة تحرير السودان راهنا مراهنة تامة أنه هنهزم هذه الحكومة، لأنه كل الميزانيات اللي هي مفروض تمشي لأي استراتيجية وطنية اقتصادية، إما أنه هذه القروض فاتت في جيوب الهائلة من المفسدين من ناس النظام، أو فات للمجهود الأمني العسكري. ولأن إحنا كحركة تحرير السودان استطعنا منذ فجر وجودنا في 2002 إلى اليوم أن الحكومة كل سنة بقول الصيف البارد الصيف الحار، وحولنا كل الميزانيات هذه إلى حربنا وحولناهم لحكومة مفلتة، ودي نتيجة حتمية الآن أن الشعب السوداني بعد كده كلنا هنخرج في انتفاضة وهننهي النظام ده، لأنه ما ممكن يدي أي حاجة، ما أنه المشروع على أساس نقدر نأمل مجرد الأمل أنه الوضع ممكن يتصلح. سمع أستاذ، يعني اليوم انتظمت الساحة السودانية حراك سياسي واضح فيه أنه كل القوى المعارضة اتجهت نحو الوحدة، والخطاب أصبح واحد، والحراك السياسي أصبح بمبادرات من القوى السياسية لإسقاط النظام. أين أنتم من هذا الزخم السياسي؟ نحن كحركة كنا بطريقة منتظمة نقول الانتفاضة والخيار العسكري هم دول الخيارين المطروحين لنا في تغيير النظام، ولكن وليس التطبيق. إذن ده موقفنا. نحن نرحب أي ما ترحيب أن كل القوى السياسية دي الآن، وأولها نعم الحزب الشيوعي وحزب الأمة وغيرهم من التنظيمات الشبابية، هم وصلوا للنتيجة الحتمية اللي احنا وصلنا لها منذ 2002 أنه الحل أنه الجميع نتوحد كمعارضة سودانية كخيار أدنى في إسقاط النظام ونخلق دولة المواطنة المتساوية، الدولة اللي ما بفرز مواطنينا على أساس الدين أو العرق أو الجغرافيا. ولذا نقول لكل التنظيمات أن إحنا حركة تحرير السودان جنبا إلى جنب ما بقية القوى السياسية والشبابية والنسوية وكل القوى المطروحة مع إنقاط النظام وبناء دولة المواطنة المتساوية. عملنا العسكري ده ثابت ما بتغير إلا بتغيير النظام، ولأنه الجيش بتاعنا هو
ده قوتنا وده صمام أمام بتاع مسيرتنا النضالية. لكن نقول لجماهيرنا وبالصوت العالي والمسموع بما أننا نكون مع الآخرين شريان هذا الوطن وأنه الحل في النهاية هو حل سلمي شعبي، جماهيرنا أنه أنتوا جزء من أي حراف وطني، وأنا أعتقد تماما أنه قواعد الحركة وجماهير الحركة في الداخل وفي الخارج جاءوا هذه الحقيقة، ونعتقد أنه حان الوقت أنه المعارضة السودانية تبقى أكثر جراءة. ونحن من هنا نعلن مبادرة، مبادرة للقوة السياسية اللي ساقة في التغيير اللي ما تجد، أنه حان الوقت أنه نقعد جميعا مع بعض ونتفق على آليتين. أولا أنه يكون في حكومة انتقالية، هذه الحكومة الانتقالية إحنا في كحركة نرى أهم حاجة فيه أنه يكون حكومة بدعة بسط الأمن والنظام، يرجع النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية وتعويضاتهم، وأيضا ليطلق الحريات الفردية والجماعية للشعب السوداني، وأنه يكون حكومة انتقالية عندها مشروع في غاية الوضوح للفترة الانتقالية، أنه أول حاجة يحاكم المجرمين، كل المفسدين لابد من أنه يعيدوا أموال المواطن السوداني وتفاصيل أخرى، وبعدين هذه الحكومة يجهز لدستور قص عليه من قبل الشعب السوداني يعني يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة وإحصاء قبله لكل الشعب السوداني عشان نوصل لانتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولية. ذكرت حسي أنه من مهام الحكومة الانتقالية إرجاء النازحين واللاجئين لقراهم. في الفترة الأخيرة تم الاعتداء على النازحين بمعسكر الحصاحصة بزالنجي بولاية وسط دارفور من قبل الأجهزة الأمنية عندما كانوا بيحتجوا على اعتداءات الميليشيات عليهم، سقطوا 5 قتلى وهناك العشرات من الجرحى. احنا خاطبنا النازحين في معسكراتهم وده حاجة ما جديدة. هؤلاء النازحين احنا دايما قاعدين نقول للشعب السوداني ولجماهير حركة تحرير السودان وللنازحين واللاجئين على وجه الخصوص انهم ما يشوفوا ضعفهم لانهم قاعدين في المعسكرات بكتلوهم وبشردوهم ولا حول ولا قوة لهم، خليهم يشوفوا قوتهم، هم بيمثلوا الرعب الحقيقي للنظام لانه هم من اللي وصلوا عمر البشير لمحكمه الجنايات الدوليه، جرائم الحرب وجرائم الاباده الجماعيه والتطهير العرقي ضد النظام ده وعلى راسه البشير. عشان كده هؤلاء النازحين دائما بيذكروا البشير حتميه مصيره، انه هو ماشي محكمه الجنايات الدوليه طال الزمن وقصره، وانه المجرمين اللي ارتكبوا جرائم ضد الجماعه دي ماشيين المحكمه، وانه هيواجهوا العداله، وأنه مصيره السجون أو القتل إلى الأبد، وأنه يحاكم مهما كان. فهؤلاء النازحين واللاجئين في مخيلة الحكومة السودانية وعلى رأسهم البشير يمثلوا له الخوف والرعب والانتقام. الشيء الثاني أيضا، هؤلاء النازحين واللاجئين هم ناس ضاربين في الجذور في جذور السودان، أجدادهم عندهم 25,000 سنة في السودان، البشير لا يقدر يلغيهم ولا يقدر يغالطهم ولا يقدر يقول أنهم أي حاجة. عشان كده دائما بحاول أنه يقتلهم يبيدهم، عمل كل شيء كان يمحي جزء من إرثهم العريق ده، لكن ما بقدر. شفت البشير لما دخل الحميدية، فات البشير احتفلوا في كل الأجهزة بدأ الإعلام الناس دار يا أخوانا دخلوا معسكر بتاع نازحين عزل، فاتوا عملوا حفلة كأنهم دخلوا أمجمينة، كأنهم دخلوا القاهرة، كأنهم دخلوا أسمرة أو أديس أبابا أو طرابلس. ده لنازحين من شعبهم العزل الكتلوم والأبادوم. الحكومة شوفوا كمية العنف، نازح أعدل بضربه بالدبابة بضربه بالدوشكة، ده ما لأنه كمية الرعب الشعبي والنظام وميليشيات تجاه هؤلاء الأقوياء الصناديق. أنا بقول للشعبنا العظيم النازحين ده أنتوا أقوى ناس في السودان، بدليل أنه شوف كمية الخوف النظام بخاف منهم، جوا معسكراتكم بسلوكم بالدوشكات والدانات والرشاشات والدبابات، لأنه الحكومة خايفة منكم، خايفة من ثورتكم ومن غضبتكم، خايفة من تاريخكم، خايفة من أنكم أصيلين. ده فخر وإعزاز لكم، ونحن فخورين جدا بحركة تحرير السودان بيكم. رسالتك للشعب السوداني عامة في نهاية هذا اللقاء؟ أقول لكل الشعب السوداني، التنظيمات السياسية والشبابية وكل التنظيمات من الشعب السوداني، أن كلنا ننتفض ونصطف خلف مشروع الوطن. مشروع الوطن ده شنو؟ أولا أنه ننتفض نغير النظام ده، ما في حاضر ولا مستقبل للحكومة وللبلد اسمه السودان ده، ما عندنا أي حاضر ومستقبل في الحكومة
بتاع إبادة ما عنده أي برنامج ولا مشروع لوطننا ده، إلا أولا نغير منطفق كلنا نغير النظام ده. ثانيا أنه نكون عندنا مشروع في غاية الوضوح انتقالي دائم، انتقالي كما ذكرت، ودائم أنه الدولة بتاعتنا يكون دولة بتاع حرية. هذا السودان بلد عملاق، عندنا كل شيء، عندنا موارد هائلة، عندنا التنوع، عندنا التنوع في إثنيات، التنوع في جغرافيات، في مناخاتنا، في معادننا، في كل شيء بتاعتنا اللي هو ده مصدر قوتنا. لكن يتطلب مننا أن نكون لنا مشروع وطن. في حركة تحرير السودان نقول لنا مشروع بتاع وطن، نقول لكل الناس دي خلي يكون مهمتنا الأولى تغيير النظام ده، ونقول عندنا مشروع انتقالي، ونقول لنا مشروع دائم كما ذكرت. ونحن في حركة تحرير السودان نقول للجميع أننا في سبيل هذا نمشي بطريقة أعمى عشان نحقق هذه الأشياء، وأن إحنا جزء لا نتجزأ منها من الشعب السوداني العظيم، من حاضر ومن مستقبل ومن ماضي. أشكرك أستاذ عبد الواحد محمد أحمد تنور، كنت معنا في راديو دبنجة برنامج حديث اليوم، شكرا لك. أشكرك جدا الأستاذ الصادق زكريا وراديو دبنجة وللشعب السوداني أينما كانوا، وأيضا أحيي جماهير حركة جيش تحرير السودان والنازحين واللاجئين على وجه الخصوص.